مرشدي في اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي، الصرف والتحويل، النكرة والمعرفة، الصفحة 51. إذن أطبق، عد إلى الفقرة الأخيرة من نص هواية واستخرج شفهيا ما فيها من معارف ونكرات مستعينا بالجدول. إذن فاش غادي نحددوا النكرات؟ غادي نكتبوهم، ولكن بالنسبة للمعارف غادي نقولوا نوع النوع ديال ديالهم المعارف. صافي، إذا بالنسبة لينا هما هذا هو الجدول ديال، هذا هو النص ديال الهواية. دونك شنو دق ودق مسرح النادي دقات البدء. إذا شنو هي، إذا مسرح النادي دقات البدء، شكون اللي معرفة شكون اللي نكير؟ مسرح النادي معرفة إيوا ودقاتي البدء دقاتي البدئي فهي معرفة. كلهم معرفات. نعم اذا غادي نديرو هنا كلهم معارف. اذا كاين عندنا مسرح النادي النادي دقاتي دقات البدئي البدئي. اذا هنا هذا باش معرفة، مسرحي مسرح النادي بالإضافة بالإضافة، النادي بالتعريف بأل، عفوا بأل، بأل ليس بالتعريف. إذا هنا هنا معرف بأل ليس بالتعريف. إذا دقات بالإضافة، دقات البدء في النص. دابا حنا كنتكلموا على النص، أما دقات إلا عزلناها على النص غتكون نكرة، ولكن وجودها في السياق ديال النص كتكون بالإضافة. البدء إذا مقترن به. بأل، إذا بأل حتى هذه على ما دونك حتى هي بأن. دونك نستمروا. دونك عندنا الجملة الموالية، فلبث حسن. حسن هذا اسم عالم، إذا اسم عالم، إذا هو معرفة معرفة حسنة لأنه اسم عالم، اسم عالم عالمي. ثم حسن مشغولا، مشغولا مشغولا هذا نكير، هذا نكير مشغول. إذا هنا غنديروها مشغولا، مشغولا بالتعليمات، التعليمات معرفة، تعليمات معرفة، معرفة بأل مقترن ب مقترن بأل. يتلقاها من مدرس التمثيل، هذا معرف بالإضافة إذا معرفة. هنا ما غاديش يقدنا الجدول، غادي نكملو غير هكا صافي. مدرس مدرسي، إذا هذا معرفة بالإضافة، التمثيلي بالإضافة، المعهدي بالإضافة، مستعدا هنا مستعدا نكير، مستعدا ماشي اضافه، هذه مستعدا للظهور، مستعدا للظهور، اذا هذا معرفه. امام جمهور النظارات، امام نكره، جمهوري النظارات، جمهور النظارات، هذا نكير، هذا معرفه وهذا معرفه، هذا معرفه بالاضافه وهذا معرفه بال. وبين الفينه والفينه، اذا بجوجهم فينه معرفة، ويتلف إلى المرآة، المرآة معرفة، من فيصلح هندامي، هندامي من أكير من لا هندام. هندامه تهي معرفة، علاش؟ لأن هندام مضاف والهاء مضاف إليه، إذا أنت هندام معرف بالإضافة صافي. إذا ماشي غير يعني ذاك الإضافة ديال جوج كلمات، كاينة إضافة بالهاء هنايا. ويشمخ بأنفه، أنفه هذا هذه نكرة. ويخطو خطوات، خطوات هذه نكرة. في رصانة، واتزان هادو بجوج نكرة صافي. إذا احنا حددنا جميع النكرات والمعرفات اللي كاينين في الفقرة الأخيرة اللي طلبوا مننا. دونك بلا ما نكتبوهم حيت ما بقالناش المساحة، هنايا بأل ننتقلوا للتمرين الموالي. عرف النكرات التالية مرة بأل ومرة بالإضافة ومرة بالنداء، ثم ركب كل كلمة في جملة. إذا هنا عندنا رجل، هذه نكرة. نعم. عندنا فتاة، مقرئ. عندنا مقرئ، حمال، حمال، خياطة، خياطة. إذا هنايا دابا طلبوا لنا نركبوا كل كلمه، حنا واش غادي نركبوها نكره ولا غادي نركبوها معرفه؟ غادي نركبوها نكره صافي. اذا اولا غادي نديروا التعريف بال، بال اذا مره بال، غادي نقرنوها بال بالاضافه
ثم بالإضافة، ثم بالنداء. 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 وهنايا غادي ناخذو نحددو جملة من الجمل هكا ديال نوضعو الكلمة في جملة. دونك رجل، إلا بغينا الإضافة شنو نقولو؟ الرجل. وبالإضافة رجل. نقدر نقولو رجلها، حتى هذه إضافة، لأن قلت لك الإضافة، الإضافة راه تقدر تزيد غير الها وكتعطيك إضافة. ولا نقولو رجل 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 قرية، رجل القرية. بالنداء يا رجل، يا رجل. خصنا نخليوها معرفة ولكن ندخل ليها أداة النداء وكتعطينا فتاة. الفتاة. فتاة. فتاة فتاة الحي. الحي. فتاة القسم ولا فتاة صافي. يا فتاة. يا فتاة. يا فتاة ماشي فتاة. يا فتاة. مقرئ. المقرئ. المقرئ. مقرئ المسجد. مزيان. مقرئ المسجد. يا مقرئ. يا مقرئ. حمال. الحمال. الحمال. حمال الحطبي. الحطبي. يا حمال. الحمال الحطبي. يا حمال. خياطة. الخياطة. خياطة المعمل. هي خياطة المعمل. يا خياطة. يا خياطة. خياطة. صافي. إذا بقاو لينا دابا نديرو جمل هكا، شنو غنقولو؟ رجل جملة. جملة. دخل الرجل إلى المنزل. منديروهاش معرفة، نديروها نكيرة تفق. نكيرة. ذهب رجل إلى السوق. في كل ما لا تذهبي بعيدا فتاتي. خرجت فتاة من المدرسة. خرجت فتاة من الحمام. سير. قرأ مقرئ القرآن. قرأ مقرئ سورة البقرة كاملة. بزاف. يلا حمال. ذهب حمال الحطبي الى نديروا هذه، واخا نديروا هذه ديال الاضافه. ذهب حمال الحطبي. حطبي الى الغابه. الى الغابه. نعم. نديروا ديال النداء. يا خياطة اسرعي الى في عملك. إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة حول الصرف والتحويل النكرة والمعرفة.